كان أهل الشام يعادون عليا وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل كان عدو، جاء إلى الإمام الحسن وبدأ يسبه في الطريق، يسب سب، مو يلعن، يسب. ولما أكمل سكت الإمام يستمع له. قال له الإمام: لعلك ضال، إن كنت ضالا هديناك، ولعلك جائع أطعمناك، ولعلك محتاج، إن كنت محتاجا أعطيناك. الرجل خجل من نفسه، استحى من هذا السب الذي سب به الإمام من دون أن يستحق. هو سب الإمام، الإمام عرض عليه أن يساعده في كل ما يريد. قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، إن أحسن الحسن الخلق الحسن.